سؤالها الثاني، أحد الأشخاص أصيب بزكام فتيمم بسبب ذلك، يقول علما بأنه يستطيع الدخول والخروج ويذهب إلى أعماله، هل صلاته صحيحة خلال هذه الأيام أم لا؟ التيمم يجوز عند المشقة والحرج، هذا هو الضابط في الحقيقة. هل انطبقت عليه ولم تنطبق فهذه مسألة فيها تفصيل، وسبقا ذكرت في حلقات متعددة هنا في هذه القناة وفي غيرها أن الحرج والمشقة أمر موكول لكل إنسان بحسبه، وأن الإمام الشاطبي رحمه الله يرى بأن الحرج والمشقة هو أمر يختلف باختلاف الناس في قوتهم البدنية، وحتى يرى في قوتهم النفسية، بل وحتى يرى في قوتهم الإيمانية، فيتحمل قوي الإمام ما لا يتحمل المتوسط، والمتوسط ما لا يتحمل الضعيف. فهذا أمر موكول للناس، وهذا ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله الشاطبي، هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل مسائل الحرج والمشقة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضبطها بتقديره هو، ولا بتقدير أوساط الناس كما يقوله بعض أهل العلم، وكل سيلقى الله عز وجل باعتقاده، هل عليه حرج أم ليس عليه حرج. ولهذا يعبر الشاطبي عن هذا المعنى بقوله: وكل امرئ في ذلك، أي في الحرج، فقيه نفسه، هو الذي يقدر هذا التقدير. فنأتي إلى مسألة الأخ، لا يخلو إما أن تكون المشقة ظاهرة جدا، وإما أن تكون المشقة غير ظاهرة أيضا بوضوح، ليس هناك مشقة، أو أن يكون الأمر في محل الاجتهاد والإشكال. فالقسم الأول أن تكون مشقة ظاهرة، هذا لا إشكال، خلاص هو أخذ بالرخصة الشرعية بشيء يقطع أنه مشقة، أو يغلب على ظنه غلبة ظاهرة بأنه مشقة. القسم الثاني وهو في الطرف الآخر، وهو أن يغلب على ظنه ليست مشقة، وهذا نوع من الإهمال والعبث في الشريعة، وهذا يبرأ منه المسلم، الإنسان يعرف أنها ليست مشقة ثم يفعلها. لكن لو تصورنا أن الإنسان أهمل وتساهل وعرف أنها ليست بمشقة ثم تساهل في هذا، فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة في الحالين، في حال أنه يعرف أنها ليست بمشقة ومع ذلك ترخص، بخلاف إذا علم أنها مشقة ثم ترخص فهو مشروع له ذلك. المشكل هو الوسط، الحالة الثالثة، وهو في حال الشك والتردد والاجتهاد. أيضا بحمد الله عز وجل هذه محل رخصة، فبما أنه اجتهد وتحرى في هذا الوضع المشتبه أنه يحتاج إلى هذه الرخصة، فهو قد فعل أمرا مأذونا له فيه في هذه العبادة. والقاعدة تقول أن من فعل العبادة على وجه مأذون له فيه لم تجب عليه فيها إعادة ولا قضاء ولا كفارة ولا فدية، هو اجتهد وتحرى كما أمره الله عز وجل، وكان في موضع الاجتهاد والإشكال، وكان غاية تحريه في ذلك الوقت هو أنه ممن يستحق هذه الرخصة وأن هذا حرج عليه. فهو إذا ملحق بماذا؟ ملحق بحالة القطع، أنه يقطع بأنها مشقة أو يغلب على ظنه بأنها مشقة. وهذه قاعدة في غاية الأهمية في الحقيقة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهد وتحرى في العبادات التي عرضت عليه لم يأمره بالإعادة. ومثلها في الطهارة قصة عمر وعمار لما اختلف في موضوع التيمم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين ولم يقل بأنك قد اجتهدت وأخطأت فيجب عليك أن تعيد الصلاة. هو اجتهد وتحرى بقدر المستطاع فأدى الصلاة والعبادة على وجه مأذون له فيه، وهو أنه قد جاء بالتحري الذي أمره الله عز وجل به. أسهبت هنا في الحقيقة لأنها غاية في الأهمية، وفيها توضيح لرخص الله عز وجل في مثل هذه الأمور، ويعرف الإنسان مقاديره ويستطيع أن يقسمها هذه القسمة الثلاثية فتتضح له الأمور كلها في موضوع الحرج.